قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. هذا هو المشهور في المذهب أنه يكره الأذان للنساء. واختار ابن حزم رحمه الله أنه لا يكره لأنه ذكر لله تبارك وتعالى. المهم لا ترفع صوتها المرأة، فلو أذنت المرأة في بيتها مثلا وأقامت لا شيء عليها، لكن لا يجب عليها ذلك، لا يجب عليها ذلك. وقضية الكراهة تحتاج إلى دليل شرعي، قضية الكراهة تحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. إذا الرجل يسن له، المرأة يجوز. إيه نعم.